بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك مشاهدينا الكرام، من خلال السلسلة الأخيرة اللي قدمناها من البرنامج الوثائقي عن الموسوعة الفقهية الكويتية، بدأت تظهر صعوبات الموسوعة الفقهية الكويتية، ومن هنا يأتي دور الاختصاصي والمسؤولين في تقديم الدعم المعنوي وتعزيز الثقة في إدارة الموسوعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. المشاريع العلمية، كثير من الدول لا تنجح المشاريع العلمية لأنها لا تجد من يدعمها، يعني يقول لك هناك أولويات في الاقتصاد، هناك كذا هناك كذا، وهذا الذي أثر الحقيقة على التجارب السابقة للموسوعات الفقهية. الموسوعة الفقهية الكويتية نجحت بسبب الدعم المادي والعلمي وتهيئة الظروف لها. فقال لي الشيخ يابر الله يرحمه: أنت اقترحت تصير الأوقاف الشؤون الإسلامية، واقترحت الموسوعة، مجالك أن تأتي الآن وتدخل في الوزارة. هذا سنة 1971، وتوقفت لكثرة التكاليف، واستطاعت الكويت أن تمضي فيها إلى نهايتها وتوفر عليها النفقات الكافية، جزاه الله خيرا وبارك الله فيها. فكان هناك دعم من كل الوزراء الذين عاصروا الموسوعة الفقهية، بدءا من الشيخ صباح سالم رحمة الله عليه، وهذا الدعم يتمثل بالميزانية، يعني الميزانية المقررة طبعا لابد يكون فيها توجيه، والموسوعة تتوسع حقيقة، سواء من الباحثين أو الإداريين وما أشبهها. فكان دعم حكام الكويت الحقيقة جميعا، يعني دون استثناء، وخاصة في أواخرها، يعني أواخر يعني فترة الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه والشيخ صباح، كان دعمهم مباشرا حقيقة للموسوعة الفقهية، وخاصة لما يعني ظهرت سمعة الموسوعة. أي بلد يعني ينتقل إليه سواء الرسميون أو غيرهم من الباحثين أو المؤتمرات أو كذا، دائما تسمع الموسوعة الفقهية الموسوعة الفقهية. لا شك أنا مثل ما قلت لك، الشيخ جابر الأحمد رحمه الله قدم الموسوعة الفقهية مع كتب أخرى من تاج الكويت إلى ما يتعلق برؤساء الدول عندما كان رئيس لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهذه تقريبا مجمع الفقه الإسلامي الدولي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكان الشيخ جابر استضافه 3 دورات هنا. وطبعا المجمع الفقه الإسلامي الدولي يضم عرب وغير عرب من الفقهاء الكبار من جميع الدول الإسلامية، أو حتى من الدول يعني غير الإسلامية لكن فيها مسلمين، تأتون من أوروبا من أمريكا، فيقدم لهم الموسوعة الفقهية. أول ما يأتون يطلبون الموسوعة الفقهية ويعد لهم الموسوعة الفقهية، هذا قبل أن تكتمل. الآن الطلب عليها كثير جدا، صحيح أنهم يشوفونها في النت، لكن عندما تلمس هذا الكتاب وتقرأ فيه غير لما تقرأ في النت وفي أمامك، يعني اسمه يسهل عليك القراءة. ولذلك أنا
الموسوعة الفقهية عندي 45 في مكتب. واحد اسم الأشربة عمله الدكتور الزحيلي في سوريا وأعطي ثمن، وكتاب في الأطعمة وعمله الشيخ حسن الملاقي وكان موظف في الموسوعة جزاه الله خير، والباقي وين السنتين وين الإنتاج؟ ماكو. فصار على الموسوعة كلام لقط من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، فالمجلس الوزراء قال لا بد أن تتوقف الموسوعة ثم بعد ذلك تعاد عملها من جديد بثوب جديد وبعلماء آخرين. وهكذا توقفت الموسوعة، ثم بعد ذلك الآن نراها ما شاء الله أمامنا وخرجت الموسوعة. مشاهدينا الكرام، بعد ما تعثرت الموسوعة وتوقفت لفترة معينة، استشعر المسؤولين في هذاك الوقت بأهمية الحاجة لإنجاز هذا المشروع وحاجة العالم الإسلامي لتنفيذه، وبدأ العمل بالفعل من جديد وتنشيط هذا العمل من خلال الموسوعة الفقهية الكويتية، وبفضل من الله ومنه تم إعطاء الثقة والدعم المادي والمعنوي للقائمين عليها.